بخيال خاطف وبعيون تأسر القلوب، تطل علينا الفنانة الجميلة نادية لطفي هذا العام لتزين مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 36 بعدما وقع عليها الاختيار تكريما لمشوارها الكبير في السينما المصرية، كما اختيرت عيونها من فيلم أبي فوق الشجرة لتكون على الملصق الرسمي للمهرجان هذا العام، لتصبح نادية لطفي أول فنانة يتم وضع صورة لها على ملصق بمهرجان القاهرة السينمائي. ولدت بولا محمد شفيق في عبدين عن أب وأم مصرية، وبدأت بولا أو نادية لطفي مشوارها في السينما بعدما اكتشفها المخرج الكبير رمسيس نجيب الذي قدمها للسينما أول مرة من خلال فيلم سلطان عام 1959. ربنا ما خلقش حد من غير قلب، وسلطان ده لازم قلبه كبير. أنا متأكدة أنه راجل طيب، والناس هما اللي دفعوا له الإجرام. كلامك تمام يا ست. لقت نادية قبولا واسعا منذ دخولها عالم الفن، حيث جمعت بين الجمال المصري والأوروبي، ما ساهم في تربعها على عرش السينما وبقوة في فترة الستينيات من القرن الماضي. وكانت بدايتها الحقيقية للشهرة والنجومية عقب فيلم النظارة السوداء عام 1963، حيث أبدعت في أداء دور ماجي الفتاة الأرستقراطية التي تعيش الحياة بلا هدف بسبب ثرائها. مش قادر أعبر لك عن السعادة اللي أنا فيها. أملى لي كاس. حاضر. واستمرت جميلة السينما نادية لطفي في نجاحاتها المتتالية من خلال إجادتها للأدوار المتنوعة، فقدمت مع العندليب الأسمر الفيلم الرومانسي الخطايا عام 1962. بس على الله تعرف تقري خطي. ولما نقلتها ما بعتهاش لي عشان تيجي. الاثنين في خطك حلو قوي. انت احلى. وتنوعت شخصياتها ما بين الرومانسية والمغرورة والفتاة المسيحية الصليبية في الملحمة التاريخية الناصر صلاح الدين للمخرج الراحل يوسف شاهين. فيرجينيا ماتت والسهم العربي. وما بين الشخصيات الرومانسية والأرستقراطية وبنت البلد وفتاة الليل والراقصة اللعوب، أبدعت الفنانة القديرة نادية لطفي لتقدم خلال مشوارها الفني حوالي 75 فيلما سينمائيا على مدار 30 عاما، أهمها السبع بنات، حياة عازب، أبي فوق الشجرة، للرجال فقط، السمان، والخريف. أنا قلت تكون عايز واحدة تناولتك ولا تخدمك. متشكر. انت مالكيش بيت ولا ايه؟ ماليش. امال عايشة فين؟ عندي فكرة القهوة، وساعات ببات في القهوة. لكن انت مش بتكسبي بيت فين؟ في الشتا مفيش شغل، والصيف اللي فات كان أسخن من الشتا. برضه تقدر تدبري نفسك. منين؟ إيه؟ أصل مشلتش حاجة للشتا. المهم انا عايز انزل دلوقتي، اتفضل بيت هدومك. تميزت اعمال نادية لطفي خصوصا في فترة النصف الثاني من الستينيات بالنضج الفني، حيث جسدت ادوار البطولة في افلام عدة منها الخائنة وفيلم المومياء، وهو احد ابرز الافلام في تاريخ السينما المصرية، لتنهي مشوارها مع السينما عام 1988 بفيلم الاب الشرعي.